خلينا نروح لسوهاج. والحقيقة أن التكامل في المشروعات القومية زي ما احنا عارفين هو هدف رئيسي الدولة بتقوم بتحقيقه. بمعنى مثلا لو هنتكلم على مدينة سوهاج الجديدة، من المتوقع أنها تستوعب 820 ألف نسمة حتى عام أو نسمة حتى عام 2050. موجود في محيط سوهاج الجديدة محطة مياه الشرب، يعني الموضوع مش مرتبط بس بتوفير سكن لائق للمواطن، لا كمان الحقيقة مرتبط بتوفير كل الاحتياجات الرئيسية اللي بتكون متوفرة بحيث تكون المدن متكاملة. محطة المياه اللي بنتكلم عنها هي مقامة على مساحة بتقدر ب 21 فدان بتكلفة 180 مليون جنيه تقريبا. خلينا برضو نعرف تفاصيل أكثر عن مدينة سوهاج الجديدة ومحطة مياه الشرب هناك، بتخدم قد إيه من المواطنين، إيه طبيعة الخدمات الرئيسية المتوفرة فيها، وخاصة ما يتعلق زي ما ذكرنا بمحطة مياه الشرب. كل التفاصيل ستكون مع زميلي أحمد الأفيوني من هناك. أحمد برحب بيك، وطبعا لديك التفاصيل كاملة، تفضل. نعم نانسي، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالفعل أتواجد في مدينة سوهاج الجديدة، أحد أهم وأكبر المدن الجديدة في جنوب صعيد مصر، بل في صعيد مصر. هذه المدينة على مساحة 29 ألف فدان، وتستوعب حوالي كما ذكرت 820 ألف نسمة تقريبا حتى عام 2050. وتم تزويد هذه المدينة بكافة أنواع الخدمات والمرافق، مما جعلها أكبر المدن الجديدة في صعيد مصر. إذا ما تحدثنا عن الموقع الجغرافي لهذه المدينة، مدينة سوهاج الجديدة تقع على الطريق الصحراوي الغربي، طريق القاهرة أسوان، كما أن بعدها عن مدينة سوهاج الأم المدينة عاصمة المحافظة بما يقرب من 8 كيلو متر تقريبا، جعلها محط إعجاب، يعني إعجاب جميع أهالي محافظة سوهاج هنا للخروج من الوادي الضيق إلى أفاق أكثر اتساعا هنا في صحراء محافظة سوهاج، لتصبح هذه الصحراء جنة خضراء بفضل المساحات الشاسعة الخضراء هنا، وأيضا المشروعات السكنية والخدمية التي متواجدة هنا على أرض هذه المدينة. بالفعل أيضا هناك مدينة يعني محطة مياه الشرب هنا، واحدة من أكبر المحطات على مستوى محافظة سوهاج، وتستوعب هذه المحطة تخدم ما يقرب من 170 ألف نسمة هنا من أبناء المحافظة. إذا ما تحدثنا عن بما يميز هذه المدينة، مدينة سوهاج الجديدة هي واحدة من أهم المدن، لما يعني تقسيمات المتعددة، تحتوي على قطاعات سكنية وقطاعات تجارية وقطاعات ترفيهية وقطاعات تعليمية. إذن نحن نتحدث هنا عن مدينة متكاملة الأركان، مدينة متركزة الأركان بحجم استثمارات قد يصل إلى 5 مليارات جنيه. ربما كانت هذه هي الصورة وهذا هو المشهد لدي من هنا، وعودة إليك مرة أخرى نانسي في الاستوديو. طبعا أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا على التفاصيل اللي تفضلت بيها، والحقيقة عايزة أشكر كل مراسلي إكسترا نيوز اللي كانوا موجودين معنا النهاردة في هذه الحلقة من إكسترا اليوم. محمد أبو عيطة كنت معنا من محطة مياه عبور الأليوبية، أحمد عبد الرازق طبعا كان معنا من مجزر شبشير الحصة في الغربية، شيرين مجدي كورنيش بحر يوسف الفيوم، وأخيرا أحمد الأفيوني كنت معنا من محطة مياه الشرب في مدينة سوهاج الجديدة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.